يتطلع دبي مول إلى ترحيبكم في ليلة رأس السنة. وضمانا لتجربة سلسة وسهلة لضيوفنا، فإننا نقترح تخطيط رحلتهم بشكل مسبق. تجنبا للازدحام المروري، ننوه لزوارنا بأنه يمكنهم الوصول إلى دبي مول من عدة طرق تؤدي مباشرة إلى المواقف المخصصة كما يلي: أسلك شارع جميرة وشارع شيخ زايد نحو المستوى العلوي من شارع المركز المالي للوصول مباشرة إلى مواقف الجراند والأزياء والسينما. المستوى السفلي من شارع المركز المالي يوفر لكم أيضا مدخلا إلى مواقف الأزياء أو الجراند أو السينما أو مواقف زعبيل في الجهة المقابلة. يمكن استخدام شارعي الخيل والخليج التجاري باتجاه المستوى السفلي من شارع المركز المالي للوصول إلى تقاطع مداخل مواقف السينما والأزياء والجراند إلى جانب مواقف زعبيل. سيغلق المترو أبوابه عند 10 مساء ليلة رأس السنة، وسيعاود العمل في 6 صباحا في أول يوم من السنة الجديدة. ستعمل سيارات الأجرة بالطريقة المعتادة وفقا لحالة الطرق حتى 5 مساء. للخروج من المول ننصحكم باستخدام مخارج مواقف السينما من الطابقين 7 و 3، حيث تؤدي مباشرة إلى المستوى العلوي من شارع المركز المالي باتجاه شارع الخيل والخليج التجاري. هناك مخارج جديدة في مواقف الطابق 7 باتجاه شارع جميرة وشارع الشيخ زايد إلى كل من أبوظبي ودبي وشارع مركز دبي التجاري العالمي. ولجعل حركة المرور أكثر سلاسة، يمكنكم أيضاً الخروج من مواقف الأزياء في الطوابق 1، 3، و5. ولجعل حركة المرور أكثر سلاسة، يمكنكم أيضاً الخروج من مواقف زعبيل من الطابق 3 إلى المستوى العلوي من شارع المركز المالي، أو من الطابق 1 إلى المستوى السفلي من شارع المركز المالي. ستقوم السلطات بإغلاق الشوارع المؤدية إلى مواقف دبي مول اعتباراً من 5 مساءً، ولن يمكن للسيارات بعد ذلك الوصول إلى المواقف. نوصيكم بتخطيط رحلتكم قبل التوجه إلى دبي مول ليلة رأس السنة هذا العام، مع تمنياتنا لكم برحلة سعيدة.